لاباس؟ الله يبارك فيك. مرحبا بكم. الله يسلمك. ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. جينا والله الحمد لله المجلس الشعبي الوطني. مرحبا بكم سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، وجينا كذلك ننقلوا تضامن كل نواب المجلس الشعبي الوطني معك انت كاستاذه، ومن خلالك مع كل عمال قطاع التربيه، وندعو لك بالشفاء العاجل ان شاء الله. وهذه الاعمال اللي نعتبروها اعمال متفرقه واعمال ما نقبلوهاش في من ابنائنا التلاميذ، ولكن رغم كل شيء تبقى اعمال منعزله. شكرا لكم، شكرا للدوله الجزائريه التي وقفت معي من فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون الى الوزارات التي اختلط الحبل بالنابل فيها من اجل انقاذ حياتي، والحمد لله اشكر على راسها وزاره الدفاع اول من وصل الى المتوسطه، وزاره الصحه ملائكه الرحمه، وعلى راس مدير المشفى الجامعي لولايه باتنا كل الطاقم الطبي. الحمد لله احنا يعني في هذه الفتره اللي كاينه اراده سياسيه كبيره يقودها سيد رئيس الجمهورية، أنه يصر على إرجاع قيمة المربي وقيمة الأستاذ، وإن شاء الله أمين يا رب العالمين. نشكر كل القائمين على قطاع الصحة بالدرجة الأولى هنا، وكل الجهات الأخرى وكل الأمن وزارة اللي عاونوا، تحية لأنه قام بزيارتي شخصيا مع الوفد المرافق سيادة والي ولاية باتنا الذي وقف، رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات. حقيقة يعني أعتذر جدا إذا نسيت أحدا، فأنا في ظرف لا يسمح لي أن أتذكر 45 مليون جزائري وقفوا معي، وأحب أن أقول لهم تلاميذي أنا بخير، وأريد أن أطمنكم وأشكركم على باقات الورود التي وصلتني، كانت أول زيارة من تلميذ وأول وردة من تلميذة. أنا نشكركم بصفة عامة كامل باختصار، رئاسة، حكومة، وزارات، جيش، شعب، ربي يحفظكم وتحيا الجزائر. سيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، من خلاله كل نواب البرلمان بكل كتلهم وبكل انتماءاتهم يتضامنوا معك، ويتضامنوا مع كل أساتذة وكل عمال قطاع التربية، وإن شاء الله تكون آخر الأحداث يعني إن شاء الله. ربي يوفقك إن شاء الله، نشوفك بخير إن شاء الله.